قلت لك لا تزعل خلاص فلوس متدبرين خلاص ما راح نتوهق فيهم ولا شيء. لا تزعل وين بتدبرهم؟ لا تزعل عمرك عند الفلوس خلاص صراحة ما راح نتوهق. ايش فيكم؟ لا لا يعطيك العافية خضر ما قصرت. ايش فيك؟ سمعتك تقول حق رفيجك متواقين بفلوس؟ لا لا ماكو شيء خلاص توكل على الله. من صدجي قول لي ايش فيكم؟ تحتش ايش فيك انت فيك شيء؟ ناقصك شيء؟ والله فلوسي كلها قاطع المشروع وخاف يفشل وما عندي ادفع دينار زيادة صراحة. ما له داعي الكلام هذا. هاك شنو هذا؟ وش ولا كلمة. صدق أنا قمت وتمكيشت وكشخت وتعبت وصورت ونزلت البوست بس يسلم راسكم. أنتوا عيالنا، إذا مو إحنا اللي نوقف معاكم، منو بيوقف معاكم؟ ترى حتى الأكل هذا ما أبي. تصدقوا فيه، تود الله إن شاء الله يفتح أبويكم. ما له داعي الشيء هذا. ما عليه. بس عندي شرط. شنو؟ أبيكم اثنينكم تقولون وراي ومثلي بالضبط. هي! بنكتسح! بننجح! هي! يه يه يه! شنو هي تجي تقص علي؟ شوف عاد لا تسوي لي شغل مستحي وخايف ربعك لا يضغطونك بالديوانيه يعلقون بدنك جلاليب. لا يا حبيبي تدري شلون بتصارخون وراي هي وبنكتسح وبوثقها ها بانستغرام عشان اخلي كل الناس يوقفوا معاكم ويدعمونكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا هي هي بنكتسح بنكتسح بننجح ننجح. هذيل شبابنا عندهم خوش مشروع ابيكم توقفون معاهم. اوقفوا مع عيال ديرتكم. إذا مو إحنا اللي ندعمهم منو اللي بيدعمهم يا جماعة الخير؟ قولوا هي هي. كفو عليكم هاي فايف عدل عليك. يلا شباب لا تنسون ها تتصدقون فيهم ها تود الله إن شاء الله يبارك لكم بهالمشروع الطيب. يلا مع السلامة. عندك دينار حق البنزين؟